تحقيق الأحلام رهين باختيار المسارات الصحيحة، وفريق برنامج واش فهمتونا عنده مهمة جديدة كل عضو فيه مآمن بها. مشكل التوجيه خصو حل جذري، وتوفر المعلومة المتكاملة هي بداية الحل. غادي نحاولوا هذا الموسم نساعدوا التلاميذ اللي باقيين كيقلبوا على طريقهم بعد البكالوريا باش يضمنوا مستقبلهم ويفرحوا والديهم. العالم كله تعرف على الدور البطولي للطاقم الطبي والتمريضي في مواجهة الفيروس اللعين وإنقاذ أرواح المواطنين. اليوم غادي نتعرفوا على أحد أهم المعاهد في التكوين في القطاع الصحي، وهو المعهد العالي لعلوم الصحة. إلا بغيتوا تعرفوا عليه أكثر تبعوا معنا هاد الشهادة. دونك علاش لي 3S؟ هذا من الاحسن الاسئله اللي تجيوني من عند الناس اللي تنحس بواحد لافيغتي وانا تنجاوب عليهم، لان هذا واحد لو شوا اللي ما عمرني ما ندمت عليه. المعهد العالي لعلوم الصحه بستاتش هو معهد تابع لجامعه الحسن الاول، هو المعهد الاول من نوعه اللي تعطي واحد تكوين جامعي للاطر الصحيه باعتماد نظام ال ام دي ليسانس ماستر اي دكتوراه، وهو تيتميز بلا كاليتي ديالو شكلا ومضمونا، شكلا لانه جا في واحد الموقع استراتيجي، ولا كاليتي ديال لاركيتكتور ديال الوسط اللي تتعطي واحد لونفي واحد لا سواف للطالب باش يجي يتلقى المعلومه، ومضمونا تتميز بواحد طاقم اداري جد ممتاز زائد اساتذه اللي مؤهلين، دون ان ننسى المعدات والتجهيزات الطبيه، زائد واحد المركز المحاكاه اللي تضاهي المراكز الوطنيه والعالميه في المحاكاه الطبيه باعتماد هاد لا ميثود بيداغوجيك دون لا فورماسيون، وهاد لا كاليتي ديال لا فورماسيون هي اللي تتعطي للطالب واحد الاختيار من وراء ما تكمل ديك الاجازه، تتعطي واحد الاختيار يا اما يولج لسوق الشغل تيكون عنده واحد السهوله في الولوج، زائد الا كان هو بغى يكمل وعنده طموح باش يكمل الدراسه ديالو يكمل التعليم العالي في الماستر والدكتوراه عنده هاد لا بوسيبيليتي. امين، بغيت نتعرفوا معك على شروط الولوج للمعهد العالي لعلوم الصحه. عدد كبير من التلاميذ عندهم رغبة في أنهم يكونوا تاهما طلبة السنة المقبلة، وخصهم يعرفوا عدد من المعلومات اللي أكيد غادي تكون تلمي في تحديلة. Donc la première chose qu'il faut savoir que l'Institut supérieur des sciences de santé هي واحد الانستيتيو محسوبة على المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود. Ce qui veut dire que ضروري كيكونوا les places limitées. Donc systématiquement كيخص ضروري يكون un concours. الطريقة كيفاش كيتم هذا الكونكور؟ أولا كيكون واحد لا بري انسكريبسيون في لو سيت ديال الانستيتيو اللي هو i3s.uh1.ma. داكور، دونك ابخي ما كيديرو لا بري انسكريبسيون، وبروبابلومون الانسكريبسيون كتكون في لو موا ماي ولا لو موا جوان. داكور، ابخي ما كياخدو النقط ديالهم، ديك الساعة كيشوفو ان سوي، داك لو سوي كيختلف من شعبة إلى أخرى. دونك هنا غادي نطرقو لواحد النقطة بالنسبة كاينين خمسة ديال الشعاب اللي كيوجو لهم من البكالوريا انطلاقا من سنة 2020 فما فوق. دونك غادي نهضروا على لي 3 بروميي اللي هما تي ال بي اس اي اللي هما سونس انفيرميي، و اس اف اللي هما ساج فام. دونك هاد لي 3 برانش كيدوزو ان كونكور، و لو سوي بروبابلومون كيكون من 14 حتى بالنسبة للتي ال بي كيكون 15 16 على حسب لي نوت اللي كانوا في البكالوريا ديال ديك السنة. اوكي، دونك هنايا كيكون واحد لو كونكور اكري اللي فيه الاس في تي لي مات اي فيزيك. وبالنسبه للشعبتين اللي تفتحوا سنه 2020 من البكالوريا اللي هما تي ام بي تكنولوج اون انسترومونتاسيون اي مينتونونس بيوميديكال، و تي 3 ار تكنولوج اون راديو فيزيك راديو بيولوجي اي راديو بروتيكسيون. هنا كيكون واحد نورمالمون لا بروميير فوا يتفتحوا، دونك لو سوي باقي ما باينش، ولكن بالنسبه لسنه 2020 كانت غير اون بري سيليكسيون بحيث هذوك ديال الكوفيد وداكشي، يعني لو سوي كيكون ما بين 14 15 16 بحال هكا. كيكون لو كونكور بالنسبه للتيم كيكون المات والفيزيك والفرونسي،
وبالنسبه للتي 3 اور كيكون المات والفيزيك والشيمي والفرنسي. شكرا لك على كل التوضيحات. واضح جدا من خلال كل شروحات ديالك بانه المسار ماشي معقد بزاف، ويكفي ان تكون عندنا المعلومات باش نكونوا احد الطلبه المستقبليين هنا في هذا المعهد اللي يعتبر معهد بارز وتكوينه مميز في المملكه. الى بغيتوا تعرفوا الان على كل الشعب اللي ممكن تدرسوها خليكم معنا. السلام عليكم، معكم صفاء طالبه في السنه الثانيه من شعبه القباله اللي هي لاساج فوم. اليوم غنتكلم لكم على جوج ديال لي فيليير اللي كيخصوا في علوم التمريض اللي كنقراوهم في معهد العالي لعلوم الصحه، اللي هما لي سيونس انفيرميير او انفيرميو بوليفالون و لي سيونس دو لاساج فوم او شعبه القباله. اللي كيميز الدراسه بهاد الشعب هادو انه في هاد لانستيتيو كناخذوا اون فورماسيون تيوريك سوليد، اي كنقراو دي كور ماجيسترو، من بعدها كنديروا دي سيمولاسيون و بالاضافه للستاج او التدريب الميدانيه اللي كنديروا في مختلف المراكز الصحيه او المستشفيات بجميع المستويات، باغ اكزومبل المستشفيات الجامعيه، المستشفيات الاقليميه والجهويه والمراكز الصحيه الى اخره. بالاضافه الى ذلك المعهد كيمنح لنا الفرصه باش نقراو دي موديول ملتي ديسيبلينير باش نعاونوا في لو ديفلوبمون بيرسونيل ديال ليتوديون، بحال مثلا لا كومونيكاسيون، لا بسيكوسوسيولوجي، لدغوا ايتيك. علاش؟ حيتاش في هذه المهنه هذه التواصل او لا كومونيكاسيون هي اهم حاجه، حيت حنا كنتعاملوا مع دي باسيون، كنتعاملوا مع الناس، دونك لا كومونيكاسيون هي اهم حاجه في هذه المهنه. وفي اطار شراكات مبرمه مع جامعات اجنبيه، المعهد كيوفر لنا امكانيه باش نقراو دي ديفيرونت لونغ، بحال مثلا اللغه الاسبانيه، اللغه الصينيه، اللغه الانجليزيه الى اخره. ودابا غادي نخليكم مع اسماء اللي غادي تقدم لكم لا فيليير ديال تكنولوج اون لابوراتوار. السلام عليكم، اسمي اسماء فارس، طالبه بمعهد العالي لعلوم الصحه شعبه التقنيه المختبر، واليوم غادي نهضر لكم على الشعبه ديالي. بالنسبه للتي ال بي هي شعبه متميزه ومتنوعه، بحيث كتشمل كل ما هو بيولوجي كيميائي وفيزيائي. مده الدراسه 3 سنوات، السنه الاولى عندنا مواد مشتركه مع لي زوتغ فيليير بحال اس اي و اس اف، كنقراو مثلا بيولوجي اناتومي لا جينيتيك. بالنسبه للسنه الثانيه كاينين مواد تخصص، ولكن ما كنقولوا مواد ذات العيار الثقيل، كاينه بكتيريولوجي فيرولوجي اي بارازيتولوجي. بالنسبه للسنه الثالثه هي سنه كتميز بمواد تمهيديه للاستعداد لمشروع التخرج او البي اف اس. دابا هضرنا على كل ما هو نظري. بالنسبه للشق التطبيقي عندنا دي تي بي في المختبرات في المعهد وسط المعهد، تشمل تقنيات ومعدات متطوره بتاطير من الاساتذه طبعا، وكاينين دي ستاج. لي ستاج متفرقين على لي كور، عندنا لي ستاج كيكونوا في اخر الاسدس حوالي شهر او شهرين، وبالاضافه لي ستاج فولونتير. دابا غندوي لكم على افاق شعبة التقنية المختبر. هي شعبة كتفتح لك بزاف ديال الابواب وبزاف ديال الفرص. ندوي الى خديتي باك بلس دو او الدب بالنسبة للمعهد، يمكن لك بالدب يمكن لك الولوج لكلية الطب والصيدلة، ومن بعد اجتياز المباراة الكتابية طبعا، وتكمل 4 سنوات ديالك وتخرج صيدلاني. هادشي الا دخلتي باك بلس دو. الا كان عندك ليسونس ديالك عندك ثاني افاق اخرى، سواء ولوج لسوق الشغل في سيكتور بريفي ولا سيكتور بوبليك، سواء الولوج لسلك الهندسه في مختلف الكليات وفي مختلف الشعب، سواء ماستر الى الدكتوراه. وبمناسبه كاين ماستر على الابواب في المعهد خصيصا لحاملي شهاده التقنيه المختبر او ما يعادلها. السلام عليكم، الاسم ديالي امين صبري، طالب بالمعهد العالي لعلوم الصحه، شعبه تيمب اللي كتعني تكنولوج اون انسترومونطاسيون اي مينتونونس بيوميديكال. هاد الشعبه هي واحد الشعبه اللي مهمه جدا، لانه كما كتعرفوا مؤخرا في هاد الكوفيد كان واحد النقص كبير على مستوى الاجهزه البيوطبيه، منها اجهزه التنفس الى ما يلي. هاد الشعبه باش تدخل ليها كيخص يكون عندك باك ساينتيفيك، من بعد كتدخل كدوز 2 سنين ديال كتاخذ دوب.
داك الدوب كيخول لك انك يا اما تمشي تكمل في سيكل دانجينيور في شي ايكول دي زانجينيور، مثلا كنذكروا منها ان 7 غابا ولا ام 6 كازابلانكا، ولا الا ما بغيتيش تكمل التراجي ديالك هكا كتقدر تكمل انون ديالك كتاخذ ليسونس بروفيسيونيل. هادشي تنهضر من 2020 لتحت 2020 فوق جو بونس غيكون سيستم باشلور. من بعد ما كتاخذ ليسونس ديالك عندك 3 ديال لي تراجي. لو بروميير تراجي هو توجه لسوق الشغل، لو دوزيام تراجي يا اما دير ماستر ديالك، و لو تروازيام تراجي دير ان سيكل دانجينيور في الجيني بيوميديكال. نجلاء العسري، طالبة في المعهد العالي لعلوم الصحة شعبة تتخوازر اللي هي لابغافياسيون ديال تكنولوجون راديو فيزيك راديو بروتكسيون اي راديو بيولوجي. هاد الشعبة هادي كتقدروا تدخلوا لها سواء من بعد الباكالوريا ديراكتومون او بيان من بعد الباك بلس 2 يعني لي باسغيل. هاد لافيليير هادي بغات تسولوني شنو كيقدر يتقرا فيها. دونك كنقراو فيها لا دوزيميتري يعني لا جيستيون ديال لا دوز فواحد لانفيرونمون اللي كيكون فيه لي غايونمون. كتقراو فيها على لا راديو بروتيكسيون. لا راديو بروتيكسيون يعني بروتيجي لو باسيون و بروتيجي لو ترافايور او سيكتور نوكليير من كاع داكشي اللي عنده ريلاسيون مع لي غايونمون. كتقراو فيها لو كونترول كاليتي، كونترول كاليتي ديماج، تريتمون ديماج، اناليز اكسيتيرا. بالنسبه للطلبه اللي غيتخرجوا من هاد لافيليير هادي غادي تكون عندهم اجازه مهنيه اللي غتخول ليهم يا اما يكملوا ماستر هنا في هاد المعهد اولا في دي ماستر اخرين اولا يولجوا لسوق الشغل، يعني لكل المهن اللي عندهم علاقه بهاد لافيليير هادي. بالنسبه للطلبه اللي غادي يتخرجوا من هاد لافيليير هادي غادي يكون عندهم اجازه مهنيه اللي غادي تخول ليهم انهم اما يكملوا ماستر هنا في هاد المعهد اولا في دي ماستر اخرين اولا يقدروا يدخلوا لسوق الشغل، يعني يخدموا سواء في دي زوبيتو اولا في كاع داكشي اللي عنده علاقه مع لافيليير ديالهم. السلام عليكم. الله يكرم. كاين شي امتحانات كتوجدوا مزيان؟ اذا اللي عرفت هو انه انتم ولجتوا المعهد العالي لعلوم الصحه مباشره لسلسله الماستر، فبالتالي هنالك هذه الامكانيه متوفره بالنسبه للناس اللي ما ولجوش للمعهد مباشره مور البكالوريا. واعتقد بان هنالك شروط ولوج وايضا معاهد خاصه اللي غادي نجي منها، ماشي معاهد خاصه بمعنى انها بريفي بالمال، ان هي معاهد لي سبيت او معاهد المعترف بها من طرف وزاره الصحه. اوكي شنو هي شروط الولوج؟ دونك شروط الولوج الناس اللي باغين الطلبه اللي باغين يكملوا الماستر اونيفو ديال لانستيتيو ديالنا كاين دو شوا، سواء داك الطالب عنده اون ليسونس بروفيسيونيل كي مونكا، هاد لا ليسونس بروفيسيونيل خصو يكون خدها اوبري ديال لي سبيت يعني المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه اللي هو واحد المعهد تابع لوزاره الصحه، ولا يقد تكون عند الطالب الا ما كانش عنده ليسونس بروفيسيونيل يل بو افوار اون ليسونس فوندامونتال كو سا سوا او نيفو الفيزيك شيمي بيولوجي اس في تي. سيت ليسونس اللي خداها من الجامعات ولي زونيفرسيتي. دونك هاد لي دو ليسونس هما اللي كيتقبلوا بالنسبه للطلبه اللي باغيين يكملوا سلك الماستر في المؤسسه. واضح. الان شنو هي الشعب المتوفره في سلك الماستر في المعهد العالي لعلوم الصحه؟ بالنسبه للمعهد العالي لعلوم الصحه تيوفر واحد العرض جامعي بالنسبه لسيكل ماستر. هذا العرض الجامعي فيه ثلاثه ديال الاسلاك ديال الماستر، ثلاثه ديال الشعب. الشعبه الاولى اللي هي العلاجات المتقدمه في الصحه، والشعبه الثانيه اللي هي الصحه العموميه او لا سانتي بيبليك، والشعبه الثالثه اللي هي الفيزياء الطبيه ولا الفيزيك ميديكال. شنو كتقرا في هذه الشعب؟ بالنسبه لهاد الشعب، الشعبه الاولى اللي هي العلاجات المتقدمه في الصحه عندها واحد التوجه اللي هو اكلينيكي، يعني تنقراو كل ما هو تخصص يعني علوم الاعصاب، علوم الشيخوخه، علوم ديال السرطان. بالنسبه للماستر ديال الصحه العموميه تيكون عندهم يعني تكوين لي اساسي فيما يخص الادوات ديال الصحه العموميه، انهم يعالجوا المشاكل ديال الصحه العموميه لي بروبليم دو سونتي بيبليك، وتيكون عندهم قدرات ايضا فيما يخص التسيير والتدبير ديال المستشفيات العموميه والوحدات الصحيه ايضا. وانت اكرام الشعبه ديالك ديجا بور الفيزيك ميديكال، دونك
البيت ديال هذا الماستر هو فورمي دي راديو فيزيسيان بيان دي فيزيسيان ميديكو. هذا الراديو فيزيسيان هو واحد الميتي اللي ما معروفش بزاف في المجال الصحه. علاش؟ باسكو توجور كون طون بارل دو ميليو اوسبيتالي الناس كيمشي بالهم بلي كاينين فقط مهنتان اللي هي مهنه الطبيب والممرض. alors que tout à fait au contraire il existe d'autres métiers qui travaillent en parallèle avec ces deux métiers pour assurer la meilleure prise en charge thérapeutique ديال le patient. Parmi هاد لي ميتي عندنا الميتي ديال فيزيسيان ميديكال. alors فيزيسيان ميديكال كيخدم هو في لي سيرفيس اوسبيتالي كي utilise les rayonnements ionisants, à savoir l'imagerie médicale ou ميسمى بالتصوير بالأشعة السينية, la radiothérapie ou العلاج بالأشعة ou la médecine nucléaire طب النووي. Vers la fin, on a formé واحد radiophysicien qui est compétent. Alors il a deux choix, soit il va intégrer le marché local du travail en travaillant soit en secteur public ou la secteur privé ou même en extra hospitalier حيت ماشي كيقتصر انه يخدم في مجال الصحة, ممكن انه زعما في المستشفى, ممكن انه يخدم في الرياكتور نيكليير في السيكلوترون ويشارك انه ينتج دي لي ميديكامون راديو فارماسيوتيك كوم il peut poursuivre ses études par une thèse de doctorat qu'il peut effectuer soit هنا في المعهد او في الخارج. شكرا لك اكرام لانك فتحتي كنعتقد المجال لعدد كبير من الطلبه اللي ربما تيشوفوا الميديسين فقط كيف ما قلتي فانفيرمي او ميديسان, بينما هنالك مجالات اخرى متخصصه وهامة جدا في بناء يعني القطاع الصحي. السؤال اللي تيطرح نفسه عبد الله هو علاش نكملوا لو ماستر بينما ربما بلا ليسانس فوندامونتال ولا ليسانس بروفيسيونيل لعدد كبير من الناس يقدروا يولجوا سوق الشغل. التجربه ديالي 3S خلت انه يكون واحد التغيير ديال النمط ديال التكوين, تغيير ديال هذا النمط من ما هو يعني تقني مهني الى ما هو مهني علمي. يعني هذه الفرصه هذه اللي عطات لي 3S للطلبه قادره انه يعني الطلبه يولجوا للمعهد وياخذوا الليسانس ديالهم ويخدموا واحد العرض الجامعي اللي تتوفروا لي 3S تقريبا راه شك يعني كل سنه تيكون هناك تقريبا 90 حتى 100 ديال المقاعد الشاغره اللي ممكن يعني يولجوا لها الطلبه. شكرا لكم, شكرا لكم بزاف على كل هذه المعلومات اللي اكيد انها غادي تفيد التلاميذ المقبلين على اختيار صعب من بعد البكالوريا, وايضا الاشخاص اللي يواصلون الدراسه ديالهم في ليسبيس او جميع المعاهد التابعه لوزاره الصحه واللي كيقلبوا على استكمال الدراسات ديالهم بعد طبعا الاجازه المهنيه. الان اجيو نشوفوا تجربه ديال احد الخريجين ديال المعهد واللي ممكن توضح لكم ايضا الى خديتوا لو ديبلوم ديالكم ولجتوا لسوق الشغل شنو الاشياء اللي كتنتظركم. السلام عليكم, انا عبد الصمد, دونك خريج المعهد العالي لعلوم الصحه بالسطات. تخرجت في سلك الاجازه بتخصص العلوم التمريضيه وفي سلك الماستر تخصص الصحة العمومية, وأنا دابا طالب باحث في سلك الدكتوراه في المعهد العالي لعلوم الصحة بالسطات. كنزاول دابا مهنة ممرض داخل وحدة الإنعاش والعناية المركزة. كما كتعرفوا المعهد تأسس سنة 2013 وأول دفعة تخرجات كانت سنة 2016. من سنة 2016 أول دفعة تقريبا الطلبة اللي تخرجوا كلهم دابا اللي في السوق, كلهم في سوق الشغل, كلهم خدامين في الوظيفة العمومية, واللي ما خدامش فضل أنه يتابع الدراسات العليا ديالو سوارة ولا أسلاك الماستر في هذا المعهد أو ماسترات في كليات مختلفة على صعيد التراب الوطني. بالنسبة للتجربة الشخصية ديالي, أنا حصلت على الإجازة في العلوم التمريضية اللي خولات لي أنني نولج سوق الشغل عن طريق واحد المباراة اللي نظمتها وزارة الصحة, واللي خولات لي أنني نزاول الوظيفة ديالي كممرض متعدد التخصصات. كنزاول المهام ديالي داخل وحدة الإنعاش والعناية المركزة. بالنسبة للصالة اللي كتقاضى ممرض خريج ديال المعهد العالي لعلوم الصحة وكيتخرج بشي في الإجازة, دونك كيخدم بالسلم العاشر. السلم العاشر يعني بالنسبة للممرضين كيكون ما بين 6000 درهم حتى 7000 درهم على حسب المناطق اللي كتخدم فيها,
وبالنسبه يعني عندك لا شونس انك ولا عندك البوسيبيليتي انك تكمل قرايتك، وكيف ما كتعرفوا تكمل قرايتك الماستر دكتوراه، وكل ما زاد لو نيفو ديال الدراسه ديالك بهذا المعهد كل ما كيتزاد يعني الوظيفه اللي كتعادل سالي من الاداره ولا الوظيفه العموميه، كيف ما كتعرفوا بان الماستر كيعادل السلم 11 والدكتوراه راه كتولي في اوريشيل او خارج السلم. نصيحتي للتلاميذ اللي باغين يولجوا للمعهد العالي لعلوم الصحه، كيف ما كتعرفوا هذا لو دومين ديال لي سيونس انفيرميير ولا العلوم التمريضيه كيتطلب واحد الحب، لانك خاصك تكون كتبغي هذا المجال وخاصك تكون باش تعطي فيه، وهو مهنه نبيله يعني كيف ما كتعرفوا مهنه نبيله في مساعده الاخر مساعده الناس والتواصل، يعني التواصل خاصك تكون عندك طرق مثلى لانك تواصل مع الناس، وهذه هي المميزات ديال هاد الدومين ديال لي سيونس انفيرميير. دونك كما قلنا خاصها تكون الحب، خاصو يكون واحد الميول عندك لهاد الدومين. والجميل في هذا الامر هو ان المعهد يعني فاش كيكون عندك هذه المؤهلات كيزيد يطور منها اترافير واحد لونسومبل دي زوتي اللي كيعطيهم لك، كيطور منها باش انك تقدر انك تتواصل بطريقه ما نقولوا بطريقه مثاليه ولا بطريقه صحيحه جدا مع الناس ومع المرضى ومع لي كوليك ديالك، باش تقدم واحد الصوره جميله على هذا الميدان وعلى الميدان ديال التمريض والميدان ديال العلوم التمريضيه بصفه عامه. صفاء اسماء اميمه، من بعد الشهادة ديال عبد الصمد يعني كاين عدد كبير من النقاط المهمة اللي نبغي نناقشها معكم. ربما غادي نبدا معك صفاء، وفي يعني الحالة الاجتماعية اللي ممكن يعيش فيها الطالب هنا في مدينة سطات. عدد كبير من التلامذ، عدد كبير من الآباء ديال التلامذ تيفكروا في شحال ممكن يخلصوا ولا يدفعوا ولا يصيفطوا وليداتهم إلى صيفطوهم لهذ المدينة باش يقراوا في هذا المعهد. شنو ممكن تقولي لنا على يعني الحاله الاجتماعيه نتاع الطلبه هنايا؟ الوغ بالنسبه لمدينه سطات هي مدينه زعما المعيشه فيها بسيطه سورتو بالنسبه للطالب، يعني ما بين الطالب يقدر يخسر ما بين 1000 حتى 2000 درهم، اللي هاد المصاريف كتشمل مصاريف الكراء سورتو حنا الطلبه كيكريو بيناتهم دونك غادي يتقسموا مصاريف الكراء بيناتهم، الاحتياجات اليوميه اللي فيها الماكله وكاع داكشي اللي غيحتاجوا وترونسبور، دونك ما بين 1000 حتى 2000 درهم على حسب شاك ايتيديون شنو غادي يخصو. وابار سا مدينه سطات انا بالنسبه ليا كنعتبرها مدينه الطلبه، حيت كتشمل جميع زعما الطلبه من جميع انحاء المغرب، يعني كاين واحد لومبيونس، كاين واحد ما يخافوش على وليداتهم اللي صيفطوا؟ لا لا، وكاين الامن. الامن حتى هو نقطه مهمه هنا في سطات، دونك انا شخصيا سطات بخير مرتاحه. جيتي من تيزنيت لسطات؟ من تيزنيت لسطات وانا مرتاحه هنايا، وانا مفتخره انني جيت لهذا الانستيتيو ولهذه المدينه باش نعيش فيها ونعيش فيها الحياه الطلابيه. الله يوفقك صفاء. الله يوفقك. انتي وافقه معاها بالنسبه لـ يعني المبلغ اللي ممكن يحتاجه الطالب او الطالبه هنايا في المدينه؟ تقريبا ما بين 1500 حتى 2000 درهم. اذا متفقين على هذا المبلغ هذا، لانه عدد كبير من الناس ربما يسمعوا المبلغ يقول لك قليله ما غتقدوش. اذا غنتقل معك لنقطه واحده اخرى اللي هي الانشطه الموازيه. طبعا ملي كنكونوا بعاد وكيكون عندنا وقت فراغ من بعد ما كنكملوا القرايه كنبغيو يعني نستغلوها ونستثمروا هذاك وقت الفراغ في اشياء اللي مفيده. شنو الاشياء اللي ممكن ديروها وكديروها في المعهد بالموازاه مع الدراسه؟ صراحة نقطة مهمة، وعلى ذكر الحياة الطلابية بالنسبة لي الحياة الجامعية هي واحد التوازن ما بين الدراسة والأنشطة الموازية، هي نعطي حق لقرايتين نبريباري لي موديول ديالي نكون اجور، ولكن في المقابل خاص نلقى واحد الوقت اللي غادي نفرغ فيه الذات ديالي، غادي نفرغ فيه واحد الطاقه ديال الضغوط الدراسيه، وفي نفس الوقت غادي نكون واحد الشخصيه قياديه، وهادشي الحمد لله كامل كاين في المعهد من خلال نوادي بتأطير من المؤسسة وبتأطير من الإدارة اللي كتحث على انخراط الطلبة وتنظيم أنشطة ثقافية، أنشطة اجتماعية، أنشطة رياضية، مثلا
حملات تحسيسية توعوية، حملات تبرع بالدم اللي كاينة في هذا الأسبوع إن شاء الله، ديتوغنوا بين الطلبة والأساتذة باش توطد العلاقة بيناتهم. وكاع هاد الأنشطة لهدف واحد، هو أننا نكون واحد الطالب متميز، واحد الطالب اللي غيقدر يخلي البصمة ديالو في أي مجال مشى ليه. موفقين إن شاء الله. أميمة، ربما من خلال هالتراتب ديال الأفكار غادي نفهموا علاش عدد كبير من الطلبة داخل المعهد مازال مستمرين من سنة 2013 إلى اليوم باش يحصلوا على الدكتوراه ديالهم هنايا. إذا توفرت أعتقد جميع الظروف وكانت مناسبة ومريحة وما غالياش وكين ما كتقنطوش من خلال الأنشطة، وطبعا المستوى التعليمي تيكون متميز، فأعتقد أن هنالك أيضا ظروف ملائمة باش تحضري الدكتوراه ديالك. الحمد لله، أنا كنت من لا بروميير بروموسيون اللي ولجات المعهد سنة 2013. دابا راه صافي 8 أنا في لي 3 بديت ليسانس ماستر دكتوراه. ملي دخلت الدكتوراه زعما واحد لافي اخرى، سي تان في دان شيرشور. والحمد لله حنايا في لانستيتو من بدينا من لا ليسانس حتى الماستر تي بحال تيدقوا فينا هذيك لافي ديك لا ريشيرش. ملي كنا في بروميير اني حنا تنمشيو لي كونغري تنشوفوا شنو هي ندوه، شنو دي بيرسون لي كي فوند لا ريشيرش بور زعما فريمون. ومني وصلنا اون فوا وصلنا الدكتوراه داكشي بحال ولا فينا ان لا اراديا، انت تمشي تتعز بيسي تدخل دي موتور دو ريشيرش لي سيونتيفيك فريمون. ولات عندنا واحد التراتبيه ديال الافكار، ولا عندنا داك لاسبي كريتيك. وصراحه الدكتوراه كانت سيتي مون غيف من نهار دخلت لانستيتيو، الحمد لله وصلت ليه. عندك منحه ديال الدكتوراه؟ بطبيعة الحال عندي منحة، بما أن المعهد العالي للعلوم الصحة هو معهد اللي تابع لجامعة الحسن الأول وهو معهد إيطاتيك، سو كيفي عندنا الحق تحنا في لي بورس ديال الدكتوراه. والدكتوراه كاينين فيها دو بورس، كاينة لا بورس ناسيونال وكاينة لا بورس ديكسيلونس. أنا من الناس اللي كان عندهم الحظ وعندنا لا بورس ديكسيلونس اللي هي تتكون سيت اون بورس اللي تتبازا ماشي على الحالة الاجتماعية، تتبازا على النقاط وعلى ليمونسيون وعلى بزاف المعايير بالنسبه لا بروغريسيون ديالك في القرايه. والمعهد العالي لعلوم الصحه بسطات كانت عنده حصه الاسد في الناس اللي خداو لا بورس ديكسيلونس من الجامعه كاملين، وهذا فان دل على شيء فانه يدل على لا كومبيتونس ديال الطلبه ديالو انه فريمون تختار ديك النبذه العاليه من الطلبه. كنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله كاملين تحصلوا على الدكتوراه وتولجوا سوق الشغل وتكونوا فخر نتاع قطاع الصحه، وتكون هذه المؤسسه هي مؤسسه اللي تتعرف ميلاد عدد كبير من الكوادر يعني في مجال التمريض، واللي اكيد غتقدم خدمه، وانتم مثال حي على يعني الفخر الكبير اللي قدموه المغاربه بجميع الاطر الطبيه والتمريضيه، بالخصوص في الجائحه اللي مرينا بها، وكنتوا في الصف الامامي وكنتوا عبرتوا على روح وطنية كبيرة في الدفاع على صحة المواطن المغربي. وكنتمنى لكم كل التوفيق، وكنقدم لكم شكر وتقدير كل مغاربة باسم طاقم برنامج واش فهمتونا. شكرا لكم. الآن غادي ننتقلوا للكوتش كريم. إلا كنتم مازال ما عرفتوش شنو هو القرار اللي غادي تاخدوه من بعد البكالوريا، كريم غادي يقدم لكم بعض النصائح اللي غادي تعاونكم باش يكون قراركم سليم وما تندموش عليه. يا كوتش. كيف ما وعدناكم في الحلقة السابقة غادي نتكلموا لكم على كل مرة نوع من أنواع المنح وكيفاش تقدروا تستفدوا منها. اليوم غنتكلموا على المؤسسة المغربية للطالب واللي تأسست هذه 20 سنة. الهدف ديالها أنها تواكب الطلبة أو التلاميذ اللي كيبغيو يقراو شي تخصص ولكن عندهم مشاكل مادية اللي تتمنعهم أنهم يكملوا هذه الدراسة هذه، من خلال مساعدة ديال الشركات وأفراد اللي كيمولوا هذه الطلبة. المنح اللي كتوفر هذه المؤسسة هما جوج ديال الأنواع، يا إما التلاميذ اللي نجحوا في الكونكور ديال المدارس العليا أو للجامعات وبغاو التمويل ديال الجانب ديال السكن والمأكل والتنقل ديالهم، أو للنوع الثاني هما التلاميذ اللي نجحوا في الكونكور داكسي ديال المدارس العليا والجامعات الخاصة اللي عندها كونفونسيون مع المؤسسة واللي ممكن يتابعوا فيها الدراسة ديالهم
فابور. بالنسبه للتلاميذ اللي بغاو يستافدوا من هذه المنحه، ما عليكم الا تدخلوا لهذا الموقع الالكتروني اللي في اسفل الشاشه، تملؤوا الاستماره اللي كاينه تما من بعد ما تشاهدوا الفيديو اللي فيه الخطوات ديال التسجيل. في هذه المرحله هذه ما نطلبش منكم تدليو بالوثائق، لان اللجنه كديروا بري سيليكسيون وكتختار شكون هما الاشخاص اللي اليجيبل انهم يدفعوا الدوسي ديالهم. اذا تواصلوا معكم المؤسسه يعني انكم دزتوا في لا بري سيليكسيون وكيطلبوا منكم تصيفطوا ان دوسي اللي فيه الوثائق الخاصه بكم وبالدراسه ديالكم، النقاط وما الى ذلك، والوثائق الخاصه بالوالدين ديالكم، الخدمه ديالهم، الدخل ديالهم، باش ترفعوا من الحظوظ ديالكم انكم تقبلوا. من بعد واحد المده اللي كيدرسوا فيها هاد الملفات كيتواصلوا معكم باش كيعلموكم يا اما بالقبول ولا الرفض ديال الطلب ديالكم. الا تقبلتوا في هاد المنحه مبروك عليكم تمويل 100% للدراسه ديالكم من البدايه حتى النهايه ديالها، ومساعده في ولوج سوق شغل من خلال واحد الشبكه ديال الخريجين في هاد 20 سنه السابقه واللي دازوا من نفس المرحله ديالكم، وتعاونوكم انكم تلقاو المسار الدراسي والمهني اللي غادي يجي معكم. نتمنى ان هاد المعلومات تكون فاتكم، شاركوها مع الاصدقاء ديالكم، وفي الحلقه المقبله غنتكلموا لكم على منحه اخرى اللي تقدروا تستافدوا منها. في نهايه هذه الحلقه من برنامج واش فهمتونا، كنبغيو نتقدموا بالشكر والامتنان لكل طواقم طبيه وتمريضيه اللي قاموا بمجهودات بطوليه لانقاذ ارواح كل المغاربه في هذه الجائحه. كنبغي ايضا نقول لكم بانه هذه المهنه هي تعتبر من بين انبل المهن، والدليل على ذلك هي الاوضاع اللي عشناها والابطال اللي كانوا في المقدمه واللي قدموا الكثير وحسينا بهم، واليوم كنقدروهم اكثر من قبل. الى حبيتوا هذه المهنه كنتمنى اننا نكون وصلنا لكم كل المعلومات اللي كنتم محتاجينها. ممكن ايضا تزوروا صفحه الطلبه على الفيسبوك وغادي يجاوبوكم على كل الاسئله المتبقيه. اما احنا غنتلاقاو الاسبوع الجاي مع حلقه واحده اخرى ومدرسه واحده اخرى.